تتبيلة بسيطة ومكونات كلها موجودة في البيت. هنشوي النهاردة الفراخ وكمان هنشويها على الطاسة. خليكم معايا علشان تشوفوا الفراخ المشوية اللي على الطاسة بتتبيلة بسيطة. أول حاجة معايا هنا التوابل اللي هتبل بيها الفراخ. هيكون معايا معالق صغيرة بس مليانة من الملح والكزبرة الجافة والبابريكا، معايا 3 أو 4 ورقات كده من ورق اللورة أو ورق الغار، ومعايا نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود ونص معلقة صغيرة من الجنزبيل البودر. هياخد بقى كل الكلام ده، وعلشان ورق اللورة معايا صحيح هجيبه بقى وهحط كل التوابل دي في المطحنة بتاعة الخلاط ونطحنهم كويس جدا مع بعض. ادي التوابل بتاعتنا اهي بعد ما طحنا ورق اللورة مع بقية المكونات، وهركن التوابل دلوقتي على جنبه. تعالوا نشوف باقي التتبيلة. باقي التتبيلة اللي معايا هنا قرن فلفل رومي احمر، ومعايا هنا طماطماية، معايا عصير ليمونة، ومعايا فنجان من الزيت او ربع كوباية صغيرة، ومعايا علبة زبادي. وتعالوا بقى ناخد الكلام ده ونحطه في الشفشق بتاع الخلاط ونديله ضربة مع بعض كده. الطماطم مع الفلفل الأحمر الحلو مع عصير الليمونة مع ربع كوباية الزيت، اللي حابب يحط زيت زيتون دي حاجة ترجع له، علبة زبادي، وهنحط شوية مية صغيرين عشان الخلاط يمشي معانا. حطينا كل المكونات، وآدي ربع كوباية مية بس عشان الخلاط يمشي معايا، وهضرب بقى كل المكونات دي كويس جدا مع بعض. زي ما انتم شايفين انا ضربت المكونات مع بعض اهي، وهبتدي بقى اجيب التوابل اللي انا كنت طحنتها واحطها عليها، وهديهم ضربة تاني علشان كل التوابل تمتزج مع الخليط اللي كان معانا. التتبيلة كده خلاص معانا جاهزة، نبتدي بقى ان احنا ننزل بيها في الطبق اللي هنتبل فيه الفراخ. وتعالوا نشوف الفراخ بتاعتنا. معايا هنا فرخة انا غسلها كويس ومقطعاها تربع كده 4 أجزاء، وعاملة فيها فتحات في الوراك وكمان في الصدور علشان لما اجي اتبلها التتبيلة تدخل جوه الفراخ بتاعتنا. طبعا الفراخ بتاعتنا مغسولة كويس جدا ومحطوطة في محلول النقع اللي كنا عملناه قبل كده، وهسيبه لكم في صندوق الوصف. عملنا قبل كده تتبيلات كتير للفراخ المشوية، و اللي حابب يشوفها هتلقوها في البلاي ليست بتاعه الفراخ. هبتدي بقى ان انا اخد قطع الفراخ كده واتبل الفرخه كويس جدا، وهدخل في الفتحات اللي احنا عاملينها ونتبل باقي الفرخه اللي معانا ونشوف هنعمل ايه كده. تبلنا الفرخه بتاعتنا كويس جدا من كل حته فيها، ودلوقتي هبتدي ان انا اغطيها بالبلاستيك الغذائي وهسيبها في الثلاجه لمده يوم كامل علشان كل ما تشرب من التتبيلة بتاعتنا دي تبقى طعمها حلو. انا هسيبها دلوقتي ليلة كاملة في التلاجة وبعد كده نشوف هنسويها ازاي. الفراخ بتاعتنا اهي بعد ما سبناها في التتبيلة في التلاجة من بالليل لغاية الصبح، وعايزة اقول لكم ان انا في التتبيلة كنت حاطة معلقة صغيرة من الثوم بس ما بانتش في التصوير، فمع التتبيلة واحنا بنضربها في الخلاط بنحط معلقة صغيرة من الثوم المهروس بتديني طعم حلو. طبعا الناس اللي ما بتحبش تقشر بصل والناس اللي ما بتحبش تستخدم البصل عشان الدموع والفرم وريحة الايدين، احنا الوصفة بتاعتنا هي ما فيهاش بصل خالص. فسيبنا الفراخ بتاعتنا في التتبيلة ليلة كاملة وتعالوا نشوف هنشويها ازاي. معايا طاسة او جريل، وهنبتدي ان احنا نحط فيها 3 معالق كبار كده من الزيت ونسيبهم لغاية ما يسخنوا. كنا عملنا قبل كده صدور الفراخ المشوية وشوينا كمان الرجول بتاعت الفراخ على الطاسة، وهحط لكم اللينك بتاع الصدور والوراك في صندوق الوصف. هنسيب الزيت يسخن كويس جدا وبعد كده نشوف هنعمل ايه. الزيت سخن، هنبتدي ننزل بالفراخ بتاعتنا اللي احنا تبلناها. شايفين الزيت سخن ازاي؟ نحط كده الفراخ بتاعتنا من التتبيلة ونبتدي ان احنا نحطها. حطيت الفرخة اللي معايا اهو والزيت كان سخن، بنسيبها بقى 10 دقايق لغاية ما تاخد لون من تحت، وبعد كده نبتدي ان احنا نقلب. اول 5 دقايق بتبقى النار عالية، وبعد كده بنبتدي ان احنا نهدي النار لغاية ما تستوي من تحت وتاخد لون. بعد 10 دقايق او ربع ساعة نبتدي ان احنا نقلب الفراخ بتاعتنا على الجنب التاني. شايفين اللون اللي هي اخدته؟ لون حلو اوي 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 بجد، ريحة حلوة جدا.
شايفين؟ هنبتدي بقى نقلبها على الجنب التاني، وبرده هنسيبها من 10 دقايق لربع ساعة، ونشوف الفراخ بتاعتنا بعد ما استوت. ونبتدي نقلبها. الفراخ بتاعتنا اهي زي ما انتم شايفين نشفت واتحمرت من الجنبين واستوت تماما. فدلوقتي هنطفي عليها النار، والجريل بتاعنا بغطى، فهنقفل عليها الغطا ونسيبها بتاع 5 دقايق وبعد كده نقدمها. وكده نكون شوينا الفراخ على الطاسه بتتبيله سهله وبسيطه، ما فيهاش بصل وما فيهاش ولا توم باودر ولا بصل باودر. اتمنى يكون الفيديو سهل وبسيط وسريع بالنسبه لكم وتنفذوه ويعجبكم. ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد. باي باي.